عودة لكم مشاهدينا الكرام من جديد. القادم في دائرة الضوء راح نتكلم عن أولويات الواقع السياسي في دولتنا الحبيبة دولة الكويت. السياحة تعد أحد أذرع الاقتصاد ودعائمه وبيئة للاستثمارات الكبيرة صناعتها قبل أن تكون مربحة، فهي يعني قناعة وذهنية بهذا القطاع الذي يبني حضارة أمم، إن صح التعبير، الكويت التي تكتسب كل المقومات من الموارد البشرية ما تزال في بداية الرهانات على هذا القطاع الذي بدأت تتضح معالمه نوعا ما عبر حراك شبابي نشط في مشاريع رائدة تتحدث عنها ويتحدث عنها النجاح، وباتت العلامة الفارقة في صنع الضيافة الكويتية. والرهان إذا جاء على هؤلاء الشباب فهو حق، والضرورة تقتضي فتح النقاش الجاد والبناء لفك شفرة السياحة الكويتية انطلاقا من معطيات جديدة وتحديات كبيرة. مشاهدينا الكرام، دعوني باسمكم أرحب بضيفتي من داخل الاستديو، السيدة نبيلة العنجرية المديرة العام لليدر جروب والاستشارات والتطوير والممثلة لمنظمة السياحة العالمية. حياك الله أستاذ نبيلة. الله يحييك ويسلمك، صبحك الله بالخير. صبحك الله بمثل يا رب. بداية يطول الحديث في هذا الموضوع، الكويت تمتلك تلك المقومات بين شباب نشط نوعا ما يحاول جاهدا تحريك عجلة السياحة في الكويت، وفي نفس الوقت نجد بطء نوعا ما حكومي في هذا الموضوع. خلينا نشوف التقرير البداية مع بعض بعدها نسألك. أستاذة نبيلة، بعد هذا التقرير السؤال القادم، هل إشراك الشباب في تنمية هذا القطاع، قطاع السياحة، فكرة ناجحة نوعا ما في البداية؟ الشباب قادرين على تحريك عجلة السياحة ولا لا؟ أول شيء خلينا نتكلم شنو أهم يعني الأهمية للسياحة والشباب والاقتصاد. تمام. هذول ثلاث محاور رئيسية يجب أن ننظر لهم بنفس المسطرة. إحنا عندنا بالكويت المفروض مفهوم أو اهتمام بمفهوم السياحة. تمام. عندنا شباب نشط، وعندنا شباب عنده أفكار وإبداعات ويريد وظائف ويريد مصادر دخل. وعندنا مطالب في الدولة على تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد بدائل للدخل، لإيجاد بدائل للدخل بدل النفط. لما نشوف هذه الثلاث محاور أو ثلاث نقاط الرئيسية في موضوع مفهوم السياحة، نلقى أن الشباب بأفكارهم بحماسهم بعطائهم الآن الحالي والسابق طبعا، بس الآن نشوف أن بصمة جميلة كويتية اسمها الشباب الكويتي. حلو. قاعد يشع حقيقة مو بس على الكويت، قاعد يعطي إشعاعاته ويعني وإبداعاته للمنطقة ككل. بالإضافة إلى أن الدولة محتاجة توفر لهم فرص عمل. صح. وهناك بطالة فعلا لا تقل عن 20,000 وظيفة أو شخص يعني يحتاج إلى وظائف. الدولة محتاجة إلى تنمية وتطوير إلى بعض المواقع. كل هذه لن تقوم لها قائمة ما لم يؤخذ بقطاع السياحة ويعني نهضة السياحة في دولتنا الكويت. طيب شنو تفسرين هذه؟ هي بالنهاية عملية تكاملية، شباب. نعم. وسياحة وقطاعاتها، لكن تبني الشباب هذه المسؤولية وانطلاقهم كمجاميع شبابية بتعزيز هذا الدور وهذا القطاع. نعم. بمشاريع صغيرة نوعا ما، البيئة ملائمة بالبداية ولا إلى الآن؟ لا، احنا ما نقدر نقول يعني العملية ما تكون ان شباب عنده مشاريع وبس، ولا شباب متحمس وبس. هي خطة واضحة للدولة. اذا لم يكن عندك مظلة وغطاء سياسي واقتصادي، يعني هذه خطة كاملة، وهي تم عمل استراتيجية وطنية للسياحة وتم تسليمها للدولة من 2006. تمام. 2006. 2006 يعني 11 سنة ما زالت حبيسة الادراج. هذه الاستراتيجية لو تم تنفيذها من 2006-2007 كنا الآن في يعني قطعنا شوط كبير. فحواها. فحواها كثيرة، يعني أول محور رئيسي طبعا هو الجانب الاقتصادي. والجانب الاقتصادي يعني توفير فرص عمل للشباب. صحيح. إحنا في ذاك الوقت كان المفروض أن في 30,000 فرصة وظيفية للشباب على مدى 20 سنة هذه اللي هي من 2006 الى 2026. احنا ما بقى شيء، يعني ما بدينا في تنفيذ هذه الاستراتيجيه. الان يعني ظهور خطه الدوله ل 2035. تمام. احنا نقول لك السياحه توفر 90,000 فرصه وظيفيه للشباب. رقم جيد.
طبعا 90,000، يعني احنا كنا نقول 30,000، الحين نقول 3 أضعافها. صح. الشباب ما هم قصر، قاعد يبدع، قاعد يدرس، قاعد يقدم. لازم تكون في تكامل ما بين الحكومة ممثلة بكل قطاعاتها وما بين، احنا لما نقول فرص وظيفية ما اقصد انه يروح يقعد في المكتب بالشركة بمكان. فرص وظيفية مثل ما ذكرت، فرص وظيفية صغيرة ومتوسطة في كل الجوانب، كل التفرعات حتى اللي لها علاقة بالسياحة. احنا عادة نمثل السياحة كرأس قاطرة، قطار، رأس القاطرة أو رأس القطار هو السياحة. لما يمشي هذا القطار أو هذه القاطرة تمشي، تمام، يسحب وراء 35 قطاع، 35 قطاع ينشط متى ما نشطت السياحة في أي دولة بالعالم. أي دولة بالعالم، ليش الدول العالم الآن يعني تجري بكل قوتها في عملية تنشيط السياحة؟ تنشيط السياحة يعني أنت تهيئ بلد وتنشط بلد وتوفر فرص عمل وتوفر تنمية، صحاري، بحار، جزر، احنا ما زالت هذه غير مطورة. فأنت لما تقول خلينا نبسطها أكثر أستاذة نبيلة. نعم. البعض يقول لك والله سياحة اللي نحن نحتاجها أو اللي عارفة كسياحة، مطاعمنا موجودة، مجمعاتنا موجودة، فنادق موجودة وبيوت ضيافة، في عندنا مقومات سياحة، شو اللي ينقصنا بالكويت؟ ينقصنا القرار، قرار أن تكون الكويت بلد سياحي، الكويت إلى الآن قرار. لأن لما نيجي ننظر أولا إلى الأخوات الشقيقات يعني دول الخليج كلها عندها كيان يعني بالسياحة، كيان منفصل، يعني كيان عنده استقلالية، كيان عنده صلاحية. إحنا ما زلنا في قطاع صغير في وزارة، وهذا القطاع الصغير ليس عنده الصلاحيات الكاملة في أن ينفذ خطته أو استراتيجيته. إذا ما صار في هيئة أو وزارة أسوة بدول مجلس التعاون، ما راح يتحرك، ما راح، لأن حتى يعني لما يكون ممثل قطاع السياحة لما يروح اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يتكلمون في وادي وفي خطط وفي انطلاقة، وهو ما يقدر يجاريهم لأنه هو لازم يرجع للوكيل ولازم يرجع للوزير والوزير لازم يرجع لمجلس الوزراء، وإحنا ما عندنا هذه الانطلاقة. فلذلك يعني مع الأسف الدولة الوحيدة، وأقولها وبكل حرقة، الدولة الوحيدة بالعالم إلى الآن بالعالم ما عطت السياحة أهمية، مع أن إحنا كدولة الكويت أول دولة في المنطقة أطلقت مفهوم الترويح السياحي. الدولة الوحيدة بالعالم أستاذة نبيلة. الدولة الوحيدة، إيه، ماكو دولة بأفريقيا، دور لي بأستراليا، دور لي بأي، جيب الخريطة العالم قول لي هالدولة مو مهتمة بالسياحة، أقول لك قاعد تركض عشان تسوي سياحة. دول أفريقيا، دول أوروبا، أكو دولة ما تقول لك ديسكفر أور كونتري؟ ماكو دولة ما عندها سلوغن وشعار اسمه زورنا، تعال احنا نرحب فيك. فلذلك احنا قاعدين ننطلق من، يعني احنا مو قاعد ننطلق من الصفر. القضية اللي تهمنا والقضية اللي تحرقنا ان الكويت كل البنية التحتية موجودة جاهزة، المقومات موجودة، مقومات جاهزة بدرجة ما، يعني طبعا انت يعني الان الكويتية الاسطول بدأ يتحدث، المطار قاعد ينبني، يعني هذه مقومات، المحميات، الإيكوتوريزم، احنا كان معانا دكتورة سميرة يعني في منطقة هذه يعني مهمة حتى يعني بعدين اذا نتكلم عنها، الإيكوتوريزم، السياحة البيئية، تمام، وراح توزع اراضي للشباب او احنا دائما نقول الشباب بس نقول لاي مستثمر يرغب في عمل مشروع سياحي بيئي، معهد الابحاث راح يسلم وراح يكون في توزيع اراضي في منطقه اللياح للايكوتوريزم. جميل، راح اخذها منك التفصيل هذه اكثر. نعم. ابي اعرف شنو تفاصيلها اكثر، لانها بالنهايه تعزز هذا هذا. نعم. هذا الموضوع اكثر. مقوماتنا قلنا ولو بجزء بسيط موجوده على ارض الواقع، طبعاً قادرين طبعاً. عندنا شباب قادر على صنع الفارق، عندنا شباب متشوق الى هذا الابداع، الى استقبال العالم من كل صوب وحد. نعم. الى رؤيتهم الكويت بصورتها الجميله. هذه الاراء يمكن نتفق فيها. ايضا في تصريح ل يعني وكيله وزاره الدوله لشؤون الشباب شيخه زين الصباح اكدت على هذا الموضوع، عندنا مقومات وعندنا مؤشرات ايجابيه. اذا ممكن نشوف مع بعض هذا التقرير.
من أهم التحديات اللي قاعد نواجهها موضوع البطالة، خصوصا من خلال المجتمع الشبابي اللي قاعد نواجهه كذلك تدني مؤشر التنمية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي وإخواننا العرب. دولة الكويت اليوم بمؤشراتها نقدر بلا شك وبأيدي شبابية أن نرتقي دائما بصواعدنا وبصواعد شبابنا الوطنية. بالتوازي عندنا معطيات إيجابية مميزة، من أهم المعطيات وعندنا بيئة منفتحة للعالم، سواء كانت بيئة استثمارية أو فنية أو اقتصادية أو سياسية نموذجية تعتبر على مستوى العالم. وكذلك عندنا معطيات جميلة، عندنا مواسم عديدة، عندنا جزر جميلة، عندنا ثقافة، إرث ثقافي وفني وإبداعي سميك. فاليوم لما تحدث عن هذه المعطيات بالمقارنة بالتحديات نرى أن المعطيات وايد أكثر من التحديات اللي نواجهها. ايضا على الرغم من كل الجوانب اللي ذكرتها يمكن فيصل الشيخ الزين الصباح، عندنا جانب حكومي الى الان لم يتطرق له. الجانب الشبابي قلنا متشوق ومتعطش الى هذا العمل، لكن شلون تشوفين التحرك الحكومي؟ احنا طبعا من يوم ما كنت وكيل مساعد لقطاع السياحه من 2002 الى 2005 وسلمنا الدوله الاستراتيجيه الوطنيه للسياحه، بعدها انتقل قطاع السياحة من وزارة الإعلام إلى وزارة التجارة. تمام. وفي غياب 10 سنوات تقريبا لم يعني وزارة التجارة ما كانت هي المكان المناسب لقطاع السياحة، فصار في طبعا انتقال وضياع لكثير من الأفكار وضياع كثير من الموظفين تسربوا لأن ما يبون ينتقلون، أو الانتقال غالبا إلى نفس المستوى يؤثر عليهم وعلى نفسياتهم فتسربت كثير من الخبرات. في ذاك الوقت كان يفترض أن ينتقل القطاع إلى هيئة تتبع مثلا مجلس الوزراء متخصصة أو تتبع إلى وزير، ولكن تكون هيئة عامة أسوة بدول مجلس التعاون. والإيجابية فيها الربط بين مؤسسات الدولة. نعم، إحنا كنا عاملين ستيرنج كوميتي تربط كل مؤسسات الدولة في هذه اللجنة العليا، واللي كانت فعلا ما كان يعني في ضابط اتصال أو شخص يمثل هذه الجهة، ومن هنا كنا يعني كان العمل ماشي صح، وكنا متوقعين ان تنشأ هذه الهيئة وان تنفذ الاستراتيجية الوطنية. الدولة طبعا بكثير من المعطيات السياسية والاجتماعية والأحداث اللي مرت خلال 10 سنوات لم يتم الالتفات الى هذا القطاع الحيوي. انا اؤيد الشيخ الزين على كل ما ذكرته في لقائها اليوم بأن فعلا احنا نقول البذرة موجودة. البذرة أي بذرة بالعالم، أي زراعة بالعالم إذا ما تحتاج رعاية، ما تحتاج اهتمام، فكيف يتم الاهتمام إذا كانت الجهة المسؤولة أو الجهة الراعية ما راح تعطي؟ احنا خلونا نتكلم بالأرقام يا جماعة. بالأرقام. يعني أنت قاعد تقول الشباب قاعد يشتغل، أو الشباب عنده طموح، أو الشباب عنده أفكار إبداعية. كيف ترعى هذه الأفكار؟ إذا ما ترعاها وتعطيه، يعني في العالم الآن على 2030 راح يكون في 1,300,000,000 سائح يجوبون العالم. تمام. 1,300,000,000 سائح في العالم. في 2030. في 2030. في 2030 كل العالم شنو قاعد تسوي عشان المليار و300 مليون؟ قاعدة تسوي انفراستراكشر أو بنية تحتية لاستقطاب لو عدد بسيط. احنا بالكويت وصلنا العام السنة الماضية دخول أكثر من 2,000,000 زائر، نسميهم زائر وليس سائح لأن ما عندنا شيء اسمه فيزا سياحية، يونا 3,000,000 فقط من الدول الشقيقة يونا وزارونا. لكن لما يو الكويت انصدموا أن حجم الأماكن أو المواقع محدودة، معروف مول، مطعمين مشهورين، وبعدين وين يروح؟ المتاحف ما قاعد تسوق، الأماكن الأثرية ما لها تسويق، الشباب قاعد يسوي شغل وقاعد تقول مرات تسمع فلان قاعد يسوي رحلات، المجموعة الفلانية قاعدة تسوي شخصية. تور، هاي أشياء شخصية. إحنا الآن في العالم التكنولوجي الكبير يفترض أن أي واحد يجي على الموبايل ضغطة زر
يعرف وين رايح. هناك دول تسوق لسياحتها. الجزر اللي ذكرت لم تطور الجزر إلى الآن، محل كسر، الصحراء، البحر، الرياضات البحرية الشبابية، المسابقات، الإيفنت اللي ممكن تقام على هامش هذا جزء، لكن أيضا تحتاج خدمات. ذكرت في بداية كلامك البيوت الشبابية، احنا ما عندنا بيوت شبابية، لكن الدكتور محمد الزهير في الملتقى اللي انتهى أمس قال هذه من أهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي ممكن يتبناها الشباب. والآن في العالم في 4500 بيت شبابي، يفترض أن هذه بيوت الشباب موجودة بالكويت، فهذه أشياء بسيطة يعني ما تحتاج حتى تعب. يعني للمتفكر لوهلة أول ما ينظر إلى جغرافية دولة الكويت سيجدها شريط ساحلي. نعم. أول سؤال يتبادر إلى الذهن، هل في أنشطة سياحية على البحر؟ هل في أنشطة ترفيهية بحرية في الكويت أم لا؟ ثانيا، إذا رغبت أني أروح للكويت ما عندكم فيزا سياحية، ليش ما عندنا للحين فيزا سياحية؟ راح أسألك لكن بعد الفاصل. أعود لكم مشاهدينا الكرام مستمرين بالحديث حول موضوع السياحة في دولة الكويت. قبل لا أدخل في موضوع الفيزا السياحية، خلوني أعرض لكم بعض تطلعات الشباب الكويتي، بعض رؤياهم لموضوع السياحة في هذا الملف تحديدا، خصوصا مع الملتقى اللي أقاموه الإخوان، الملتقى الأول للسياحة كان أمس وأول أمس إذا ماني غلطان. خلونا نشوف مع بعض هذه اللقطات وهذا الكلام لشباب الكويت عن موضوع السياحة. يعني هؤلاء هم شباب الكويت صح التعبير بأدواتهم البسيطة قاعد يحاولون أنهم يحركون هذه العجلة، لكن أرقام كبيرة لما تقولين لي 70-80 سائح أو زائر لدولة الكويت، رقم كبير لشابة كويتية هي اللي قاعد يقوم في هذه الجولة. الآن يبقى السؤال، 70 أو 80 زائر أو أكثر، هذه الأرقام يوم بكروت زيارة ما يوم بكروت سياحة، ليش؟ طبعا احنا الداخلية، وزارة الداخلية مشكورة يعني قاعدة تحاول تسهل الأمور. احنا الكويت لها طبيعة خاصة، طبيعة أمنية وظروف خاصة مرت فيها الكويت، أكيد الآن يعني الأمور انحلت أكثر وصارت سهلة وسلسة أكثر. كان معانا في الملتقى اللي ذكر الآن أحد المسؤولين من وزارة الداخلية اللواء أديب سويدان، وتكلم في كلمته عن أن دولة الكويت بدأت بالسماح ل 54 جنسية الدخول إلى الكويت بدون فيزا. طبعا. يعني هذول ال 54 جنسية يجون مطار الكويت يأخذون الفيزا من المطار ويدخلون، فهذا نوعا ما تسهيل للدخول الى الكويت. لكن ال 54 من المنطقه حولنا ولا من برا؟ لا اغلب، لا احنا دول متعاون يدخلون بدون فيزا بدون، لا لا جواز. احنا من المنطقه؟ لا مو من المنطقه، طبعا المنطقه كلها مشتعله الان. أه. فمن الغرب، من دول اوروبا، كوريا، اسيا، استراليا، 54 دولة من برا المحيط العربي يستلم الفيزا من المطار، يستلم فيزا من المطار. لكن ايضا ما زال يعني المطار بحجمه الصغير واكتظاظه، هم الزائر لما يطب الكويت يمكن ينطر 3 إلى 4 ساعات على ما لم تكون في خدمة تجيبه. بس أنا حبيت أرد على سؤالك الأولي اللي سألتني إياه وطلعنا بالفاصل، اللي هو عن وين الأنشطة البحرية وإحنا بلد بحري، شاطئ ساحلي، وإحنا شاطئ ساحلي. ما في شك كان في شركة المشروعات السياحية لها دور كبير وفعال في هذه الأنشطة، لأن أغلب مرافق شركة المشروعات السياحية هي المسيطرة تقريبا على الواجهة البحرية، من المنتزه الخيران مرورا إلى أبراج الكويت. المشروعات السياحية ما في شك مرت بأيام وسنوات كانت فيها من أحسن يعني من أفضل من يقدم السياحة الداخلية، وكانت تؤدي دورها على أكمل وجه. لكن صار في نوع من التباطؤ، صار في نوع من عدم يعني مواكبة حقيقة التغييرات اللي مرت على المجتمع الكويتي خلال 20 سنة الماضية. ما زالت غايبة عن الساحة. أنا أعتقد بظهور شركة المشروعات السياحية بمرافقها الكثيرة المتعددة راح يكون لها دور كبير. أنا أعتقد الإخوان قاعدين يشتغلون، لكن يجب أن يكون هناك على الأقل فكرة واضحة عن دورهم. المدينة الحين المدينة الترفيهية مغلقة، الشواطئ كلها مغلقة، الحدائق مغلقة،
ما عدا حديقة الشعب يعني، وأصبحت يعني تقريبا ما هي حديقة يعني منتزه ما عادت. النوادي البحرية كل هذه، حتى صالة التزلج أصبحت يعني تحتاج إلى نفضة، تحتاج إلى تغيير. ولا والكويت بامتدادها العمراني نحتاج إلى أكثر من شركة مشروعات سياحية. صح. غياب المستثمر الكويتي حقيقة، غياب المستثمر الكويتي اللي قاعد يقط مئات الملايين من الدنانير خارج الكويت. صح. يجب أن نسحبه إلى الداخل. يا جماعة في رسالة موجهة إن كان للحكومة، إن كان للمستثمر، إن كان لمتخذ القرار بالدولة، إن أنت لما تبني شيء على أسس حقيقية وصحيحة وتعطي المستثمر، المستثمرين الكويتيين ما قصروا في بناء الفنادق، في بناء يعني أشياء كثيرة راح تظل هاي حق الكويت. صح. أي شيء، أي استثمار راح تحطه بالكويت هو حق الكويت. أنا أبي شيء يكون لي، لعيالي، لأحفادي. أنا ما أبي شيء اليوم ينبني وباكر ينهدم. أبي شيء تأسس صح، أبي شيء بالجزر، أبي شيء بالصحراء، فنادق صحراوية بيئية. أنا أبي ففي أفكار. إحنا حطينا 3 مشاريع كانت جاهزة للتنفيذ لكن لم تطبق. لا لا، إحنا حتى معروضة للاستثمار. أنا الحين أتكلم وأقول أكو 3 مشاريع. تمام. مشروع اسمه المشروع المخيم الفي آي بي، مخيم صحراوي في آي بي. تمام. أكو مركز معلومات للمعلومات، لأي معلومات سياحية. هذا المشروع الثاني. المشروع الثاني. تمام. أكو مشروع اللي هو المرشدين، مشروع المرشدين. تمام. فكل هذه الأشياء المرشدين قد يكونون حتى بالموبايل. بالتليفون. بالموبايل. صح. صح. فهذه المشاريع يجب أن يتبناها مستثمر. بعد كل هذه المشاريع، بعد كل ما قيل، بعد كل هذه السنوات، رسالتك الأخيرة شو تقولين؟ رسالتي الأخيرة حقيقة، وهي دائما أقولها للدولة، يجب إنشاء كيان لقطاع السياحة، وزارة أو هيئة. يجب أن يكون الآن عندنا هيئة عليا أو هيئة عامة للسياحة. هذه الهيئة يجب أن يكون فيها من المتخصصين حقيقة لمرحلة أولى تأسيس الشباب، استقطاب أفضل الخبرات الشبابية والعناصر اللي أصحاب الخبرة في مجال السياحة ومجال الاقتصاد ومجال الإحصاء ومجالات متعددة، ومهندسين يأسسون هذه الهيئة لتكون الرافد الحقيقي لتنشيط القطاع السياحي القادم. نتمنى إذا كل يجمع على وجود هيئة، لابد أن تكون وجود هيئة، وجود إدارة مختصة في هذا الموضوع. وكذلك في نقطة مهمة سريعا، غياب الإحصائيات في الكويت. صح. غياب الإحصائيات، وهذه حتى المستثمر ما يقدر يستثمر إذا ما عنده إحصائيات حقيقية. نعم، نتمنى كل ما قيل يؤخذ بعين الاعتبار لهذا الموضوع. كل شكر لك المدير العام لدور جروب للاستشارات والتطوير والممثلة لمنظمة السياحة العالمية سيدة نبيلة العنجري عساش القوة على كل هذه المعلومات وكل هذه التطلعات. إذن لكل الكويتيين بكل أطيافهم هذه الرغبة بأن تكون دولتنا سياحية. نفتخر أمام العالم كلهم يا جماعة، حياكم ليس كزائر بل كسائح لترى ما كل جميل في الكويت. لكن يبقى السؤال، هل هناك مقومات لهذه السياحة ولا لا؟